وكيف العادة جينا نفطرو، فخديت شوية ديال الفخويسك مع دانون مسوس، وغادي نزيد عليهم شوية ديال العسل. فهذا بالنسبة لي أحسن فطور ومهم بزاف، حيث هو المصدر الرئيسي ديال الطاقة، فكنتمنى أنكم تجربوه. من بعد غادي نخرجوا نتسارى، وحنا ديجا ندمنا الوقت ديالنا والبلايص اللي غادي نمشيو ليهم ان شاء الله. فبالنسبه لعقوتي فضلت انها تمشي للمول تسارى شي شويه وفي نفس الوقت ترتاح الا بغات، حيت ما كتقدرش تمشى بزاف. وراجلي بغى يمشي للاكواريوم حيت انا ما عمرني ما مشيت ليه، فغادي نمشيو ونكتشفوه سويا. ما عرفتش كاين اللي فيكم مشى ليه، كاين اللي مازال، ولكن انا اول مره غادي نمشي ليه ان شاء الله. من بعد غادي نرجعوا عند جوزتي نتغداو معاها، وكاين مازال ما يدار ان شاء الله، فابقوا معايا. فجينا للمول وانا يبان لي هذا المحل عجبني، فيه الديكورات، فيه كل شيء تقريبا مصايب بالبرونز. مثلا هذا المهراز غزال، عجبني حتى في المنظر ديالو زوين، ولكن المشكل انه فيه شي كتابه كتعلق بالديانه البوذيه. انا عجبني كنت باغا نشريه، ولكن فاش ديك الكتابه ما يمكنليش نشريه لانه حرام. وكاين لي زاكسيسوار داكشي زوين حتى هما، بحال السناسل، دوك شنو كيقولوا لهم، دوك المقابط ديال الشعر مصايبين بالخشب، داكشي زوين قديم وزوين. وكذلك في حتى الاصنام ديال البوذيين والهندوس، حتى الكتب الدينية ديالهم موجودة. انا غادي نوريهم لكم ان شاء الله، راه كلشي صورته. فهادشي كنا كنشوفوه غير في التلفازة، فاول مرة كنشوفوه مباشرة، خصوصا الاصنامات ديال الهندوس. صراحة كلشي عندهم زوين، غير هو ان يعني ما يمكنلكش تشري شي حاجة من غير لي زاكسيسوار، يا اما عقيق، يا اما هذاك الشيء كيف ما قلت لكم ديال الشعر، يا اما تصويرات هكا زوينين. اما بالنسبه للاصنامات وداك الشيء ف ما يمكنش. بغيت نوريكم هذا المقبطه ديال الشعر، عجبني بزاف بزاف بزاف، والثمن ديالو رخيص نقدر نشريه. وهنايا هذا الكتاب الهندوسي، الكتاب المقدس الهندوسي ديالهم. وكاين كذلك اللي غادي نوريكم دابا، ماشي هذا، ولكن اللي نوريكم هذا الكتاب المقدس ديال البوذيين. فمن بعد غادي نمشيو ان شاء الله لواحد المحل كيبيعوا البابل تي. هذا المحل انا كنت سمعت به فاش كنت في داري في السويد، وما كانش عندنا هاد المحل للاسف، ما عندناش لا في السويد لا في الدنمارك. كاينين جوج ديال البلايص اللي فيهم، واحد في برلين اللي غادي نمشيو له دابا، وكاين واحد في الانجليز كنعتقد في مدينه لندن. هاد المحل فيه بابل تي واعر، كنظن انه رقم واحد، زوين بزاف. فغادي نمشيو وغادي نصوروا لكم وتشوفوه ان شاء الله. دابا حنا غادي للاكواريوم. قبل ما كتمشيو له كاينه حديقه الحيوانات، هي هذه، وعاد كاين حداها الاكواريوم.
كتشوفوا راه الناس يعني راه بزاف ديال الناس شادين الصف باش يدخلوا، حتى حنا غادي نشدوا الصف، ومن موراها ان شاء الله غادي نصور لكم كاع داكشي اللي كاين لداخل، فبقوا معايا. واخيرا خرجنا، عرفتو تمشينا بزاف داك الاكواريوم، والصراحه زوين 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 بزاف. دابا حنا جينا للمول عند اغوستي، وقبل بغيت نصور لكم الجو، السما سبحان الله، شوفوا السما على الوانات فيها سبحان الله. والناس بزاف ديال الناس واقفين كيصوروا، كل شيء عجبهم المنظر، واحد المنظر زوين بزاف بحال شي لوحه مرسومه سبحان الله. دابا غادي نتلاقاو بعغوستي وغادي نتغداو ونصور ليكم، ومن موراها ان شاء الله غادي نمشيو للسوبر مارشي نشريو شي سناكات. عقلتي بغا التمر، بغينا الماء، بغينا العصير، داكشي اللي ندخلو معانا للوطيل، حيت بعض المرات كنعطشو ولا كيجينا هكا جوع خفيف، خصنا ضروري شي حاجه. سمحوا لي كان فينا الجوع بزاف ونسيت ما صورتش. دابا جينا للسوبر مارشي، شوفوا اول مره كنشوف كيبيعوا بيض مسلوق وملون، حنا كاع ما عندنا. فاش كنمشي لشي بلاصه كيعجبني نمشي للسوبر مارشي ديالهم، نكتشف كاع داكشي اللي عندهم وحنا ما عندناش. الصراحه عندهم شي حوايج زوينين بزاف عجبوني، وكتكون حاجه زوينه فاش كيكون الاختلاف ماشي نفس الحاجه، حيت حنا مثلا في الدنمارك وفي السويد تقريبا عندنا نفس الحاجه اللي عندهم عندنا واللي عندنا عندهم. فاحنا غادي نمشيو للدار، تمشينا بزاف في المول وجلسنا تقريبا شي ساعتين ولا ثلاثه السوايع، كنظن ثلاثه السوايع اللي جلسنا في المول. وجانا الجوع حيت الغدا ما كليناش بزاف، خدينا غير بيتزا شي حاجه خفيفه. ودابا جينا لواحد الريستوران هندية باش ناكلو. كيف
كيف ما قلت لكم جينا لهاد المطعم ومولاه هندي سيخي، فهو ميز باللي راجلي باكستاني بلا ما يهضر معاه، عارفو باكستاني حيت هما كيعرفوا بعضياتهم شكون باكستاني شكون هندي. حتى كلينا وسالينا فاش راجلي بغى يخلص، ما بغاش يتخلص منه. راجلي عيا فيه، لا خصنا نخلص خصنا نخلص. قالوا لا، قالوا انت باكستاني وانت ضيفي، انت خويا، انت احنا دم واحد، انت ضيفي انا بغيت نضيفك. فبحال هاد المواقف زوينين بزاف، خصوصا ما بين الباكستانيين والهنود اللي هما اصل واحد ودم واحد. كيعبروا كيبينوا باللي هما راهم اخوة، يعني واخا ما عرف شنو يطرا في السياسة، يعني في الاول وفي الاخر هما خوت وكيبغوا بعضياتهم. فكنتمنى الفيديو يكون عجبكم، وان شاء الله نشوفكم فيديو جديد، وبسلام عليكم.